فاجأت الممثلة التونسية فريال يوسف الجميع بعد ما نشرت أحد الصورة لها من عطلتها بجزر المالديف، حيث تغير شكلها بطريقة مفاجئة، وأكد متابعوها أنها أصبحت نسخة طبق الأصل عن النجم اللبناني نادين ناسي بن جيم. وبالتفاصيل، نشرت فريال يوسف أحد الصورة لها على صفحتها الرسمية عبر إنستغرام، مؤكدة تواجدها في جزر المالديف لقضاء إجازة، وبررت مقدما تغيير الملحوظ بشكلها باستخدام فلتر من إعداد مواطنتها الإعلامية عائشة عثمان، وعلقت على الصورة قائلة: استعملت إنستغرام فلتر الخاص بصديقتي عائشة عثمان. وقد جاءت التعليقات الأولى أسفل الصورة لأثارت الجدل بين الجمهور بأغلبها عبارات غزل بجمال فريال يوسف، بينما أكد البعض أنه فريال تحولت إلى نسخة من النجم اللبناني نادين ناسي بن جيم، وقال أحد: تقليد الأعمى تبع بنادين جيم، بينما أكد متابع آخر أن صورة فريال أقرب شبها إلى ياسمين صبري مع استخدام لون بشرة أكثر بياضا، وعلق متابع قائلا: منظرك الرباني أفضل ألف مرة من أي تغيير. يشار إلى أن فريال يوسف سبق وكشفت مؤخرا عن سر ابتعادها عن الساحة الفنية ورفض المشاركة بأعمال جديدة أو حتى الظهور داخل المناسبات الفنية العامة، مؤكدة أنها تعرضت لسقوط قوي من أعلى الحصان أثناء المشاركة بتصوير أحد أعمالها الفنية، وهو نفس ما تعرضت له النجم المصري حورية فرغلي. ولكن أثناء خضوعها لتدريبات رياضة الفروسية، فريال قالت بأول ظهور لها بعد غياب طويل أنه السبب الرئيسي برفض الأعمال الفنية تعرضها لإصابة قوية بعد سقوطها من فوق حصان بأحد الأعمال اللي قدمتها، وهو الأمر اللي تسبب لها في أزمة صحية خطيرة. أضافت فريال يوسف بلقاء مع برنامج The Insider: كنت أتناول بعض الحقن المسكنة من أجل استكمال تصوير الأعمال اللي تعاقدت عليها، وآخرها فيلم محمد حسين الذي قام ببطولته محمد سعد، ولكن بسبب هذا التحامل تعرضت لأزمة أكبر تسببت في عدم قدرتها على الحركة، وهو الأمر اللي أدى إلى نقلها للمستشفى ومكثت بها 10 أيام. رحت لألمانيا وابتديت العلاج مع واحد من أهم الدكاترة في ألمانيا دكتور ميلر، وخدت أكثر من حصة علاجية.